يعني ايه؟ ما انا مش عايز اتجوز منى، ما بحبهاش، ما بقى انا عايز ابقى فقير وابقى يتيم، مش عايز اتجوز منى. يا حبيبي يا حبيبي اسمع كلام امك، منى دي قمر قمر قمر. قمر منين يا بابا؟ قمر واسمع كلامها. اصل انت مش فاهم، يعني انا مش قادره افهم، يعني منى دي فعلا نعمه من عند ربنا وجيت لك، وانت اللي بترفس النعمه برجلاتك. مين اللي يرفس النعمه؟ منى تترفس؟ لا يا بابا، منى لو رفضتها هغرز، ولو غرست مين هيطلعني؟ انت هتطلعني يا بابا؟ انا هطلعك. ده محمد رشدي قال لها تمشي وحنيه لا يقوم زلزال، يعني الوحيده. انت بتقول اي حاجه يا بابا، والله والله العظيم اي حاجه يا ماما. منى دي مش هينفع، مش هينفع. انا دلوقتي لو اتجوزتها وعايز احتويها مثلا، احتويها ازاي دي؟ اعمل لها خطه؟ لازم اسيطر على اركانها دي، لازم اجنزرها عشان اعرف احتويها يا ماما. انا بلعب في وزن وهي في وزن تاني، انا خفيف متوسط هي تقيل متطور، يعني لسه هتتخن وهتتخن وهتتخن على كده. عامل كده اعمل ايه في الواد ده؟ الواد ده ما طلعش زيك ازاي ده يا حبيبي؟ انت ايش فاهمك في الستات؟ انت لسه صغنن، انت لسه ما تفهمش في الستات. الست لازم تبقى مربربه كده وماليه هدومها كده وعامله زي البطوطه وتترنح يمين وتترنح شمال. قمر قمر قمر. ايوه الست لازم تبقى كده بطه بطه مدام ليكا كده. انا بطه يا دونو. انت يا حبيبتي انت فروخه يا اخواتي، انت جميله. الست لازم تبقى راسيه على الارض يا ماشي، راسيه كده. والله بتقول اي حاجه يا ماما. نعم ادخل. بس انا هنا جاي مركزي برضه، انا صاحب الشركه. ادخل. يا سلام. المهندسه الجديده وصلت. ليه بتقولي دلوقتي؟ ليه طيب؟ ماشي يا سكرتيرة هالة، روحي جيبيها بسرعة. اتفضلي.